يرديا يرديا هاي علمي قواي فتينا ذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي ونالت لغو حوكس دو لغو اذيقتاي وعين كجر فصل قيسة دعية طبنات فيما يجلب الرزق وفيما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقص مرنوا أسبابها نفله كوين تقالاني مرنوا إليس حقا لغو أقعذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر فصل قيسة دعية طبنات فيما يجلب الرزق وفيما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقص وحولي ما ونوسا وذي أسبابتي بركة قفقة وكان يسير رزق وكرنه بركوا حين وقدم يسير وقراءة سورة الواقعة خصوصا في الليل وقت النوم أي كم إذا أسباب تقفك رزق وسوى تشيدين الله هو وعن الصوقة حديثك أوليها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قرأ سورة الواقعة كل ليلة هبينك سقفك أخريا لم تصبه فاقة فاقة يباهي ما أصيبته حديث قاس أيو مركا إنو صوقاتي حديث قانا وينو صوت الماني حديث مركا ضعيف إنو يهيو أنسق مين أينو صوت الماني وعلي وقراءة سورة التبارك سورة التبارك أخرين تيدا أيا كم إذا وحيالها أيا قولا رزق قفق وسوشي دا والمزمل إيا سورة دا مزمل والليل إذا يغشى سورة والليل ولم نشرح لك سورة وحضور المسجد يا مسجد كالله حاضر قبل الأذان أذان كهر والمداومة يا دائم يا شوكتين على طهارة طهارية ويسقب قفه شوكتين وأداء سنة الفجر إن كوكوتا سنة فجرك والوتر يا وتر في البيت قرق إن كوكوتا وعشاق الله رحمه الله تعالى إساقو إنوسي ودا ولي أسبابتي قفقا مركا أوسو جيدي سيجالي ودا هيد إرزق أوسو جيدي سيساق أرق تديسا إساقو ديكا سوقورين يا علم ديسي يا وحي ومغلا يا وحو سوقاري وحولي يا وحا كمدا وقرات سورة التبارك سورة التبارك أخرين تيدا والمزمل والليل ذا يغشى ولم نشرح لك صدرك إنو هبينك مركز أخريو أيا كمدا سورة تبارك أيا حديث باكو صاروري الإفلاميم تنزيل السجدة وآن مركا هلقل نوغو شاقين سي إمام أحمد يترمذي أي ورينيان حديث شيخ الباني نو تصيحين أيو كان الله ينام حتى يقرأ الإفلاميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك يعني وحديث صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم مسيح حنشرين إلا وأخريه لكن إذا مركا رزق زوجي إذا يانا يصاب مركا رزق ويهين حديثكم مع عضينا يوم سورة دهن كريم مزملية والليل إذا يغشى ولم نشرح لك صدرك يعني هبين كين لأخريه وحن نصوصه ومركا سوانا وقصة رورتي إنا ما يسوق قارين أما بي يعني إنا مركا حلق آخرين تهدو أي سبب تاي مركا رزقه وحكى لو شاقل وحضور المسجد مسجد كأوقفك وصاحة ضروب قبل الأذان أذاها كهر أيضنا وحيا لها قفك أرزاق ذا وسوجي ذا أيها كمتهاي وعمر كان نصوص وارين ذا تلمام أيانا ما هينا لكن ذا وارين ونكسن تلمام يسمر كان فوجيات إيادة ذا القفك وعبادة ذا وصمين أيو إنو ذا وسي ديار قروبو أو مركا حلي هرمي سادك سيقلو سيوالي ودى تكبير ترى أنا يبدأ فين
oo markaa fadiilo dheeraada ayadu leh. Rundii dadkii wanaagsanaana markaa sidaas ayay samayn jireen. Nin sheekh ahaa iyo Ilaahay u naxariistay aan horena wuxuu uga soo qaatay oo dadkii qur-aanka aada u weynayn jiray, sheekh maxamuud uu gaashaan la odhan jiray, sheekh maxamuud aadan baa garanaye oo tajwiidka iyo markaa u sixi jiray. Waan horena idinku sheegay siduu qur-aanka u tacdiimin jiray ama u weynayn jiray. Qof u weynaya runtii maan arag. Ayaa waxaa dhaqankiisa ka mid ahayd haddii aad xilliyadan ay saacaddu 12 ama 5 gelinka hore duhur hortii ama maqrib hortii haddaad meelaha ku kulantaan 2-3 kelmadood oo aakhira ku xasuusinaya intuu ku yidhaahdo ayuu odhan jiray waa xilligii nin ragii masaajidka uu ku jiri lahaa buu odhan jiray. Nin ragiinu xilliyada mar hadday 12 ama 5 duhurnimo ama 5 galabnimo ama 12 qofa siduu u yaqaano xilliga hadday gaadho yacni waa saacad iyo bar kasii hor duhurkii ama maqrib saacad iyo bar kasii hor ayaa wuxuu odhan jiray nin ragii xilligii masaajidka ku jiri lahaa usuf awalka fadhii lahaa weeye meelahan uu ka sheekayn lahaa ma aha. Yacni waa dadka wanaagsan ee runtii in lagu daydo ay mudan tahay. Maantana runtii innaga dee maqaaxiyaa la fadhiyaayo laga sheekaynayaayo xataa salaadii jumcada ayaan markaa xabadii beedkeeda ama ukuntiina lasoo gaadhaynino yacni markaa khudbaddu ay bilaabanto waa masaajiddii lasoo gelayeen walmudaawama daa'imid iyo joogtayn cala dahaarati dahaaro la joogteeyo ayaa iyaduna ka mid a waxyaalaha markaa wanaagsan erisqa soo jida sida sheekhu leeyahay. Dahaarada inuu qofku daa'imo oo goor walba dahaaro qabo weyse qabo arrin iyadu muhiima weeye. Xadiidka markaa ibnu maaja iyo imaamu maaliki ay warinayaana sanadkiiu saxiixa yahay walaa yuxaafidu cala alwuduu ilaa mu'min, weysada ma ilaaliyo oo goor walba ma weyse qabo qof mu'mina mooyaane. xadiidka isagu tilmaamaya man tawadaa calaa tuhrin kataba allahu lahu 10 xasanaatin xadiidkaasi isagu xadiid daciifa weeye. wa adaa'u sunnati alfajri sunnaha fajarka iyo walwitri in lagu guto filbeyti guriga in lagu guto iyaduna waxay ka mid tahay buu leeyahy waxyaalaha risiqa keena. taasina markaa guud ahaan inuu qofku salaada sunnaha guriga uu ku tukadaa waa mid wanaagsan, waayo nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu inagu booriyey in aan guryaha qubuur laga dhigine salaadaha markaa qayb looga yeelo lagu tukado salaadaha siiba kuwa sunnayaasha. waya xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeenna waa kii ahaa fasalluu ayuha annaasu fii buyuutikum fa ina afdala salaati lmar'i fii beytihi ila almaktuuba. guryihiina ku tukada mula habeenka ay isu soo baxeen ee salaadii taraawiix habeennada ay ku daba tukanayeen guryihiina dada ugu tukada buu yihi salaad waxa ugu fadli badan salaada uu qofku gurigiisa ku tukado ila almaktuuba tafaralka mooyaane tafaralka masaajidka ayaa lagu tukanayaa marka. laakiin risiq kordhindeeda iyada wuxuu tilmaamayaa iyada ma hayno. waan laa yatakallama waa inaanu ku hadlin bikalaami dunyaa adduunyada hadalkeeda bacda alwitri witri dabadii walaa bacda duluuci alfajri waagu intuu dilaacay dabadii walaa yukhiri inaanu badsanin mujaalasata nisaa'i dumarka la fadhiisigooda ilaa cinda alxaajati xaajo iyo dan mooyaane. waan laa yatakallama inaanu ku hadlin bikalaamin laqwin hadal laqwiya kayri mufiidin oo aan lidiinihi wadunyaahu aan waxba u faa'iidaynaynin. qiila waxaa layihi man ishtaqala qofka isku shuqliye ku hawlma bimaa laa yacnihi waxaan markaa waxtar u lahayn oo aan khusaynin yafuutuhu waxa waxaasi ka tagsiiya maa yacnihi wixii markaa khusaynayay ayaa uu ka tagsiiya. qaala buzur jumuhri wuxuu yidhi idaa ra'ayta rajula markaad aragta nin yuksiru alkalaama hadal badinaya fasayqin waxaad yaqiinsataa oo hubaalad u qaataa bijunuunihi inuu yahay markaa mid wax ka sii yihiin oo waalan. waqaala caliyu radiallahu canhu wuxuu yidhi idaa tama alcaqlu caqligu markuu yaraado naqasa alkalaamu kalaamkiina waa nuqsaamaya. waxaa sheekhu leeyahay raximahullahu tacaala wa an laa yatakallam waxyaalaha kale wanaagsan ee markaa dee qofka risqa usoo jidayana waxaa ka mid a buu leeyahay inaanu ku hadlin bikalaami dunyaa bacda alwitr indii markaa witrigii tukaday inaanu hadal adduunye ku hadlin xataa haddii uu markaa dee witrigaba horaysiyo dee sunnaha cishaa'iga uu raaciyo. taa markaa wax gaaro ayana arrintan ka quseeya ma hayna. laakiin dee xadiida saxiixa baa jira oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نبي صلى الله عليه وسلم وحو نعي جري او كري جري ان لا سعد صلاه العشاء كور وحا كانوا نعي جري حديث يا ور ديد دبدد مركا لا شيكيو يا سوجد هدي ان مركا قفو خيريو وناغيو انو كسوجيدين ولا يكثر وإلى رب سنين مجالسة النساء دورك لفديغودا إلا عند الحاجة دمرك حاجة يو باهي مرك أس أي شرتو موياني كوكا الله يانا مرك دي وادو مركي أما محارم دي سهامة دي حراشة وها أيوكا الله يانا كوة أجنبية دي لفديسي قود مركاس أيضا دي وحيد انكاد حيابا يسيقو انكير يابا مجيرو تانا واحد دي سي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي أبو الدرداء مركا وإن لأهلك حقا أهلك أقول مركا حق بك قولي إن أد مركا حق هذا أد وحكا سيسو وأد مركا لا شوكتو وأد لا شاكيستو وأيانا وقت أد سيسو وأنا أد مركا دي كل من نمنا نار مكاري أيضنا أرين هذه الحادة مهمة ويوانا رندي أرين عبشدادو دي إلا علماء دي هوري أي مركا كتشرتي نشي قوابا اللقوي لو مركا كتوفة ربادان أقل قوتالو أي إسلام دي سيد مروسو وريقينو بخسر الحمد لله هذه كتب تنبوك وقفور رأيو ناكلا بكو فكر ما يودي أدوكو خير با مركا اكتاد يالا وحا يتري أفر إلى قرصد أي أضروع عندي من هذه الكتب يتري أفر يسوكو إلى قرصد هيا يقسح لنا الله يتري كتبتا ومدو المركا وقتي هذا وصيو لأنه إما كتب ترى مكفور رأي مركاني كي بيجي متشي هذا بيتري مركا وحبا كتب ترى يعني نبي يتري وهكلا مركا كوستيرين يعني ضد بنا مركا وحكلا كل مين ديم كواشرين هو دللا دفدي كوا ذي مركا شقي يعمل مركا يبدنا يستودو بيا هالسنة وحلو بهاي مهاي وقت الله سيو ومركا وحي قبان لو قادو الله شكيو أو أبد كمركا ده والله لا كوري ولا لا قبطة أرينا دي الحد مهم ويه والله يتكلم وإن أنك أعلم بكلام هذر لغو هذا التراء غير مفيد لدينه والدنيا دين ديس يا الدنيا ديس مدن بأن وحبه فايدينين وإن هذركم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نبي صلى الله عليه وسلم حركي أليا إيمانته والآخر كرم إيساني خير هيرا هذوها كوهد لأمها إسكاء عمسو هذا الكريم ووح لك أقر أيوب وهو حد وتلقوا جوح الصابين أيوه هذا اللغو يا هذا التراء وغناز كهذين واحد قال الله يسوي وحدين هذا يا الدنيا هذا وحط رأي وينو يحي مرك وارم وذا ورخصنا رمان شاق نوج هذا يا لكن لا يمرك رزق كردين يعني أيه ده وح جارة أو صعروا ريمتشرو قيل وح الله يدي حكمة هان من يشتغل كيسكو مشغولية ما لا يعنيهم وحان مركا مهيما حينا ومركا وحبان كي قسين يفوته وحاو كتكسيا ما يعنيه وح مركا قسيا ومركا مهيما أي وحاسي مركا كمشغولين ايا هديات وحان مركا وحا الدنيا يا آخرتون عليكو قترين أدوسكم مشغولي صو وحيا يدخلية دوما وحكو قترين اكو انفعي أيوم با مركا كالوم ايا هديات مركا امام الترمذي غير كيبا يورين ايين أربعين كان مرقى إمام النووي كسوق هذا ينواكيها من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني قفقا إسلام المذي سواناك هذا وحا كمدا إنه كتغا وحيان حسين إن الدنيا يا آخر مدى وحبا وقتعلق إنه مرقى كتغا قال بزر جمهر وحا ويلي بزر جمهر وحا وهي وانين مرقى شخصية فارسية قولاد امركا بيرشينغا اما امركا ايرانينتا اما فارسيينتا ايو كتير سنايو نين مؤلفات فربضان امركا لون اسميه نبي صلى الله عليه وسلم كهر رأيي وحبضان امركا وزير بانو كسرانك ونشروان لورنشري ايو وزيرو هابا ليلة هذا حكم يا امثال فربضان وانينو حق سياسد يا حق ادب كبا اي امركا لغا قصو نغلي هذا الدمبانا او اينو امركا يساقنا تلمامي دوننا ولو نسبي وعنك سيدا رأيت الرجل أنك هذا دركته يكثر الكلام هذا البدسان وهذا الكبدين يتركت سنة يمرقنا أنا مسينين فالسيق واحد يقين ستا بجنونه إنه يحقف قاسي قفو عالا ويمنع جنون أيو قبع لأنه قفق عاقل كاي
دي كوما هادلا مركا هادلا مالا يعني هين وقتيسا كوما اللومية وحان مركا وحبكا غسينين قف مركا آنو ميل ديني ودرما يون هادا دركتو نوع تنون ايو اللي باكو السوغاني مركا كاوغو وانا كي مركا حق اختيار الشريك مركا ينو سوى مريني وكيلها وينو يسكيتش راكا مكثار كا هادل كبدا يترروق لها مركا كو مشغولين ايا وقال علي علي وحو يلي مركاس een marka in badan oo helu cilmi ba hadalkan cali u tiirisay laakiin sanadu leeyahay een ma jiro lama hayo labada qaar kooda qaar baadul hukama ayay marka yiraadeen khadib al baghdadina al faqih wal mutafaqi marka cid kale ayu marka u tiiri uleeyda tamma al aqlu qofka aqligiisu marku taam naqdu dhamay sirmo naqas al kalamu hadalku waa yaraada oo qof hadal yar ayuu noqdaa leeno hadal badnaantu waxay tusinaysa marka khifa iyo waxay tusinaysa aqli gaabnimo iyo maan gaabnimo halka nuskhadana aan haye ee aan idii saddex nuskhadood oo khadiyaba marka la qaabiliyo hadal bay marka soo qaadanaysa aanay dhigeynin nuskhooyinka kale wuxuu oranayaa faman carafa bihi khabaru al khas wal aam cidii markaas ay garteen warkiisa cida gaar iyo cida caamkiiba cid waliba warkiisa ay ogaatay yacni wuxuu tilmaamayaa cid fara badan oo dee culimo iyo dad xukama aba leh oo markaa warkooda gaar iyo guud ahaanba loo ogaaday ayaa qiila waxaa lagu yihi bimaa balaqta maa balaqta waxaad gaadhay maxaad ku gaadhay qaala markaasuli bibukuurin ka lahaad ka bukuuri lguraabi baalgaa tukaha la yidhaasi u ka laho وحرس دادال كحرس الخنزير دوفار قصده دادالو وتملق اسكو جتشبين إيا اسكو دجين كتملق الكلب أيغو مركا سيو اسكو دجيو أو كالي أيان مركا اسكو دجيو تاس أيان مركا وحانا كسبدي علمي يا أقوان تا أن مركا كو كسبدي بولي مركا وحا هذا الكن علماء فربادن أيا صوق هذا إيسا ان اتحاف طالب الحاذق اللبيب بما يحسن العلم علم الرحيب الرطيب كتاب لا اله الا هو وابي المواهب جعفر بن ادريس الشريف الكتاني نن لا اله الا هو ليهي اسغ مركا قيل لبعضهم وحرن يا قار كود يا وحا لو يد علماء بما نلت ما نلت وحنا ادغادي ما حد كو غادي مركاسا وحرن يا ببكورين كبكور الغراب كلا هل سيتكو كلهو dee waa ka aroortii imika haddaad berberada iyo tagto dee markaa waaguba beriya ummad markay soo waaqda meelaha ka haya aad maqlaysaa ayuu kugu soo kalahayo waa tamalluqin ka tamalluq ilkelb isku dhadajin si ayuu isugu dhadajiyo dee waa xayawaanka aliif gaahe dadka marka la noole marka la tababarto dee aan ka tegaynin wa tadarruci ka tadarruci sanuur iyo weliba isu dhuldhigid sidaa sanuur sanuurku waa markaa baashan bisadaha waa nooc markaa iyana bisadaha ka mida dee taasina markaa waa taa aliif gaahe reeraha markaa hadday dumcal gogashooda ayay ku seexanaysaa wa xirsinka cidsil khanziiri iyo markaa dadaal si aad doobaarku u dadaal ma garanayo doobaarka dadaalkiisu sida uu yahay wa sabrin ka sabri ljamaad ama ximaar sida markaa dameerku u sabrana dameerka la iska raranayo aan xudhanaynin markaasaa loo wato sabir saasoo kale ama jamaadkii waxaa markaa engegan sidaay markaa dee aanay u dhaqdhaqaaqin sidaasoo kale sabir ah ayaan markaa ku gaadhay shacbi oo kale taabiciga weyn ayaa isagana loo tiirinayaa inuu markaa isaguna hadalkan yidhi oo waxaa lagu yidhi minayna laka hadal cilm cilmigan xaqeebaad ka keentay shacbiyow markaasa wuxuu yidhi binafi ilictimaad horta cuska shaa nabdayda markaa cuskado oo aan meesha ka saaray wa sayri fi lbilaad oo ilaahay baan tala saaranayo iyo socod iyo rixlo markaa bilaadda aan wareegay cilmi doonashadeed wa sabrin ka sabri lximaar iyo sabir iyo adkaysiga dameerku adkayso aan u adkaysay wa bukuurin ka bukuuri lguraab iyo kalahaad sida markaa tuku u kaloho aan markaa u kalahayay كتاب كان الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله اسقوا وحب هذا الكلام تيرينيا بزور جمهورها نينك فارسيا اي ابو تيرينيا يو اسقنا و خله بكورين كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار وحرس كحس كحرس يعني خنزيري ايان مركا كو غاري بولاي وها ان غاري مركا فمن عرف اما فمن عرف به كو غرتي خبر وركيسا الخاص والعام
قيل وحا لغود او مركا ددكا انو شاغنايا بما بلغت المحاد كو غاري ما بلغت واحد غاري قال وحري بكورين كلاد كبكور الغراب يعني كلا هادي سوغ اي توكا او كلا وحرس نيه دال كحرس الخنزير دوبار كدال كي سو كلا وتملق اي تملق مركا كتملق الكلب اي مركا اسو درجدي سو كلا. وقال رحمه الله وحاولي مركا شيخا كتابك مركا أسله واتفق لي وحايسو كيد بدعي في هذا المعنى شعرا معناها هذا الكا يعني حكمتها علي إلي نكا كلي فارسي أيو وحو غير مركا أفره قضايا أي يسو كيد بدعي وحال إذا تم عقل المرء قل كلامه وأيقن بحكم المرء إن كان مكثرا وحال إذا تم عقل المرء قبق عقل يسو مركو لما يسرمو قل كلامه هذا الكيس أي يراضه هدوسي هذا البديه يوحو كدي جيه قف عقل يسو ناقوسيه وأيقن واحد يقين سايوض هو باشتا بحمق المرء قفق أحمق نمديسة إن كان مكثيرا هدو يهي من هذا البدن وهذا المركة بدين أياب هو حان مهنيمة هاي المركة كو هدليا عمري جيسي أيوكو هدليا هذا لن يوحى انشرين مركة إنو يقف أحمقا يقين سوكي ورد إنو واليه أيابول إذا تم عقل المرء مركو دميس وقال كلامه هذا الكيس أياب يرادا وايقا واحد يقيسا بحمق المرء قفق أحمق نمديسة إن كان مكثيرا هدو يهي من هذا البدن. وقال آخر ميتك لوحولي النطق هذا الكزين وقروح والسكوت أمسنا سلامة والنبت جلي فإذا نطقت مركا دونتين هذا الشف لا تكون حنغن مكثارا من هذا الكبادية ما إن دمت كممرقون على سكوت أمسي مرة مرة كممرقون ولقد ندمت وحنا كممرقون على الكلام هذا الكثير انفر بضن مرارا انفر بضن أي كممرقون. وعشاق الله يهي وقال آخرون إنك لو شاعر وحييري أنضغ زين هذا الخوى قروح أو مركا دواء وحيارها وبني آدمي وكيسو عن يهي دوابتا ووحى الله قرن يقف وحقرن لي يكي أن وحقرن إن لو كلا قرن يوم والسكوت آمسكنا سلامة ونبت قلي لأنه هذا الخطر باقصوا مركا تسعى مستوى نبت قلي سام فإذا نطقت مرقى دونت إن هذا الشو إذا هذا الماكتو فلا تكون نغن مكثارا من هذا الكبدية هنغن إنه هذا البدن كهد الله ما إن ندمت كما مرغوني على سكوتي أمسي مرة مرنا كما مرغوني محاد هذا الويدة هذا الكبور مرة كما مرغوني ولقد ندمت وكما مرغوني على الكلام هذا الآن كهد لنا مرارا إنفر البدن أيان كما مرغوني أمر المحاد سدعا أدو تريم ومما يزيد في الرزق رزق وحيالها كردية وحكمدة أن يقول إنو إلى هذا كل يوم مالك سبعد انشقاق الفجر واقو انتو دلاعي إلى وقت الصلاة إلى وقت الصلاة سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه مئة مرة بقول شير إنو إلى هذا وأن يقول إنه لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم مالين لأرك صباحا ومساء صباح يقربك سمئة مرة بقول جارين ومركا إلى هذا أيضا وحيالها رزق كردية أيها كم نطعي وعوشاق لي ومما يزيد في الرزق وحيالها مركا رزق كردية وحكم إذا أن يقول إنه لذا كل يوم مالين كستا بعد انشقاق الفجر مركا واقو دلاعو إلى وقت الصلاة إلى عند دي صلاة سبح لك قريو وإنه لأ سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أيام وديها مئة مرة بقول شير أرتو واتين وصو شيقني وذكري يعني إن إلهي إلا حصو أو لا تسبيح صدو أو لا وينيو أو لكلي يلو ماذا يمرك حديث رسول ينصوصه آيات قرآنية حديث نبي قبين قبوريين هبين يمار إيا حالات كستبا لكن مركا عدد إيا ترقو أن لو سمعيو مركا حل إيا زمان لقو قاري يلو وحل لقام مارمان
in dariil loo haya ayaa laga maarmaana. Hadii kale bidca ayuu noqonaya, wax badan ayaynu soo tilmaanay oo noocaas oo kala. Imiga subxaan allahi alcaiim, subxaan allahi wabixamdihi waa dikri wanaagsan, waa waxyaalihii carabka markaa ugu fududaa, waa kuwii markaa samada iyo dhulka buuxinayay. Laakiin xilligaa in lagu gaar yeela markaa waagu dilacay ilaa salaada, wax nasoob gaaroo tilmaamaya ma hayno. Astaqfirullaha wa atuubu ilayh ayada xadiid baa ku soo arooray saxiixa oo imaam muslim warinayo, inii la astaqfiru llaha wa atuubu ilayh fi lyowmi mi'ata mara, boqol jeer ayaan ilaahay dembinaa weydiisaa una toobadkeena. Laakiin taqyiidka xilligaa lagu qaydayaa ayada ma sugna, laakiin maalin kasta inuu markaa qofku sabaaxan wamasaan markaa inuu yidhaahdo waa mid sunna ah. Wa an yaquula, inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu lmaliku lxaqu lmubiin kulla yowmin, maalinkada sabaaxan wamasaan mi'ata maratin, boqol jeer inuu yidhaahdo ayaduna waxa weeye waxyaalaha risqa markaa kordhiya ayay ka mid tahay. Xadiid ayaa ku soo arooray masaladan, welibana markaa wuxuu u sheegayey qofka sidaa yidhaahda ee tiradaa yidhaahda kaana lahu amaanan min alfaqr, faqriga aamin ayuu ka noqonaya, wayuman min waxshati alqabr, qabriga cidlowgiisana waa laga aamin gelinayaa, wastujliba bihi alghina, qarinimana waa loogu soo jiidayaa, wasaqraca bihi baabu ljanna, albaabka jannaduna waaba isu garaacayaaba oo kan ayaa lagu garaacayaa. Waana xadiid daciifun jiddan ayaa lagu tirinayaayo Abu Nucaym baa markaa siwatu ljanna iyo xilyahaba ku soo saaraya, Khatiib baa markaa soo saaraya, rag wara badan ayaa markaa soo saaray, Ghazali ayaa markaa isaguna ixyaa culumuddiinkiisa ku soo qaatay, Alxaafid alciraaqi baa markaa takriija wa xadiidul ixyaa ku leeyahay, wuxuu odhanayaa mustaqfiri baa markaa dacwaadka waa nin inoo iman doona, min xadiidi ibnu cumar ku soo saaray oo markaa weliba imaam maalik uu ka warinayo, asal markaa uu leeyahayna oo la hayaana markaa ma jiro, waxaase markaa sugan buu leeyahay xadiid imaamu axmed uu warinayo oo rasuulku sallallahu calayhi wasalam nuux uu ka sheegay oo odhanaya subxaana allahi wabixamdihi fa innahaa salaatu kulli shay, subxaana allahi wabixamdihi dikrigaa in la yidhaahdaa waa salaada markaas ilaahay igu dugada shay kasta, wabihaa yurzaqu lkhalqu, ayada ayaana markaa khalqiga lagu arsaaqa, xadiidka imaamu axmed baale, laakiin kariim ma sugna isagu. Wa an yaquula, inuu yidhaahdo bacda salaati lfajri, salaada subaxdu ee kulla yowin maalin la arko, alxamdu lilah wa subxaana allah walaa ilaaha ila allah thalaathan wa thalaathiina mara, wa bacda salaati lmaqribi aydan intaa in leeg, wa yastaqfiru llaha tacaalaa arbaciina mara, afartan jeer ayuu ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaa bacda salaati lfajri, salaada subaxdabadii. Waxaa kaluu leeyaha sheekh waxyaalaha risqa siyaadiya waxaa ka mid a, wa an yaquula, inuu yidhaahdo bacda salaati lfajri, salaada subaxdaba ee kulla yowmin, alxamdu lilah wa subxaana allah walaa ilaaha ila allah, inuu yaha thalaathan wa thalaathiina mara, wa bacda salaati lmaqribi aydan, ayadana sidaasi leeg ayuu markaas odhanayaa. Deetaana wax halkan ayadana sidaa ku gaar yeelaya ma hayno, dubura salawaad markaa alxamdu lilah iyo subxaana allah iyo allahu akbar in saddex iyo soddon la yidhaahdo mooyaane, iyo laa ilaaha illa waxdahu laa shariika lahu markaa boqol lagaga dhigayo mooyaane, laba salaadood keliyaanu markaa dabadoodin ugu gaar yeelay. Wax nusuusoo markaa tilmaamaysa masaladaasi ma jiro. Wa yastaqfiru llaha tacaala arbaciina mara, ilaahay buu markaa dembidhaaf weydiisanaya afartan jeer, bacda salaati lfajri, salaada subaxdabadi saddex jeer ayuun baynu markaa naqaanay. Wax nusuusoo markaa arrintaa tilmaamaya ku soo aroorayna ma jiro. Wa yukthiru, wuxuu badsanayaa min qowli laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcaiim wa salaati cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam, ayuu ayadana badsanayaa. Taa ayada markaa wax wanaagsan weeye inuu markaa qofku badso laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcaiim wa salaa cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam, kusalliga nabiga, kusalliga nabiga oo la badsaday iyo markaa wixii ku jirana hore ayaynu markaa u soo tilmaanay. Wa yaquulu, wuxuu odhanayaa yowma aljumucati, maalinta jumcada, sabciina maratan, toddobaatan jeer, allahuma aqrinii bixalaalika, ilaahu xalaashaada waxaad iyagan yeeshaa, can xaraamika, waakfinii bifadlika, fadligaagana waxaad iyaga kaafidaa, canman siwaak, ciddii markaa adiga markaa kaasoo hadhay.
وحول يا شيخ ويقول وحورنا يا بعد الجمعة يوم الجمعة 70 مرة تضوات الشير اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك واكفني بفضلك عمن سواك مثلا مركا ومارسة الجمعة كو قاريا لي اي تضوات الشير لا اورنا يوم اي نوح نسوغان واي نوحينا مجرتو واي نوحينا حديث جا امام الترمذي وورينا يوم علي بن ابي طالب لقو وورينا يوم وانا حديث سند يسوع حسن يا هي نينا يا علي وجي مكاسو يري وحن دونا يا انا وحن كعجزي حول اللي يو كتابي يا ضون بارو هذا انت كنت حربات اللي يقول يري ايا كعجزي فاعني يو كالمي علي بعد تريدي مكو برا كلمه دو ورسولك الى هي بري وهاداي مركا كوركا هان لهيد جبل الصير وكالي وحاهو دنانير هذه بورد وح لقوا دنانير ودينه هذه اللي يقولي لها يكاجو ذيو ولا يكاجو ذي لها مكوش شجع ها باري ربود مركز أوري اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواغنني بفضلك عن من سواك مركز اللهم اكفني بحلالك عن حرامك بهيد واغنني بفضلك عن من سواك ويسوي ذي ريم مركز الله بدانا حديث جاس مركز وش شجعي حديث جاس مركز حديث دين الله أخرسته ويو يسقون السياسة يكسوين لكن ما لنت شو معذا كجارية الكذا يترضى إذا وحنا صين وحنا ما شر الدرس قيمة صار هالك إنه وجهكته والله أعلم. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست